السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم KSA-Code-KSA. اليوم راح أقول لكم عن قصة الرعب، لكن مو راح أقول لكم الحين، يعني أقول لكم إيش بيصير ومتى بتصير والأشياء دي. قصة الرعب راح أسويها مع 2 أصدقائي أو واحد منهم، بتشوفون إن شاء الله. الشيء الثاني، قصة الرعب راح تكون إن شاء الله في كود 8 اللي تشوفونه قدامكم. والشيء الثالث، مو بعشان زومبي خايف، لا، من قصة متأثر شوي منها وذا، لا لا، بس يعني الزومبي ما بيطول عليكم، يعني الفيديو كذا يطول شوي، فأنا أبي القصة بارتات، فما أبي أطول في الفيديو، بعدين تصير مشكلة يعني. بس كنت بقول إن القصة من تأليف، يعني تأليفي، أو يمكن مو مؤلفة، بس بشوف، راح أشوف قصة مرعبة وراح تكون فيها بارتات، يعني أكثر. آخر بارت ممكن يكون بارت رابع أو ثالث، وراح يسويها معاي إن شاء الله KSA زحفون. اللي يعرف زحفون كان مسوي فيديو معاي في الكومنتري الماضي في ماب مون زومبي، وإن شاء الله في نهايته تعطوني لايك في البارت الأول حق القصة. وسبسكرايب وفيفوريت، فيفوريت عشان تخلوني في الصفحة الرئيسية في اليوتيوب، وسبسكرايب عشان تشتركون في القناة، واللايك عشان إذا عجبك. هذه اللي ما يعرفون هذه الأشياء، وبس. وأتمنى ذا الفيديو لايك وفيفوريت وسبسكرايب، ومع السلامة.